وحول هذا الموضوع أكد سعادة العميد عبد العزيز عبد الرحمن الدوسري الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية خلال نشرة سابقة، أكد أن شؤون الجنسية والجوازات والإقامة هيأت كل ما هو مناسب وأتمت استعدادها قبل موسم سفر الحجاج وموسم عطلة الصيف لتيسير كافة الخدمات من أجل ضمان تسهيل إجراءات السفر. الشؤون الجنسية والجوازات والإقامة سباق قبل الحدث للتنسيق مع الجهات العاملة في مطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد ومن ضمنهم الأشقاء في الجانب السعودي لضمان تسهيل سفر الحجاج لبيت الله الحرام، وبناء على التوجيهات الصادرة من سيدي الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية والمتابعة المستمرة من معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة وكيل وزارة الداخلية شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بشأن توفير كافة الخدمات لحجاج مملكة البحرين، وتحرص شؤون الجنسية والجوازات والإقامة خلال هذا الفترة على توفير جميع السبل والتقنيات اللازمة لتسهيل وتيسير إجراءات السفر بكل سلاسة، وأن إجراءات التنسيق المسبقة مع الجهات العاملة في المنافذ أدت إلى تسهيل أوقات الرحلات والحافلات في جسر الملك فهد، ويتزامن موسم السفر للحجاج هذا العام مع موسم عطلة الصيف، حيث يشهد منفذ مطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد طفرة كبيرة في أعداد المسافرين عبر المنفذين، وبفضل التجهيزات التي تم إعدادها مسبقاً والتوسعة الجديدة في الجسر سهلت من حركة المركبات عبر الجسر بسهولة ويسر، كما أن مكتب خدمات المسافرين الموجود في مطار البحرين الدولي ساهم في توفير جميع الخدمات التي يحتاج إليها الحاج، وتم استحداث نظام خدمة إجراءات السفر الذاتي عبر البوابات الإلكترونية المجهزة بأحدث التقنيات التي تخدم المواطنين والمقيمين في المملكة بسلاسة وسرعة ودقة في المغادرة.